بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه حكاها لي كابتن طيار في مصر للطيران. هو بيقول لي انا قبل ما اكون يعني كابتن طيار انا لاعب فروسيه. فهو بيقول لي انا كنت في بطوله، والبطوله دي كبيره جدا في المانيا، وكانت النديه الكبيره بيني كفارس مصري وبين فارس الماني من اشهر الفرسان اللي موجودين في المانيا، والبطوله جامده جدا. فانا ليله الماتش او قبل الماتش بيوم انا قاعد بصلي وفي اوضتي وبدعي ان ربنا يفتح عليا، وبعدين طالع لقيت الفارس الالماني قاعد على البار بيشرب. فبيني وبين نفسي قلت يعني انا بصلي وهو بيشرب ان شاء الله ربنا هينصرني. دخل الماتش تاني يوم، مين اللي كسب؟ الالماني كسب، وايه والكابتن الطيار خسر. فهو بيقابلني على الطيارة وبيقول لي أنا من يومها عندي مشكلة، يا رب أنا صليت وعبدت وهو شرب وسكر، هو كسب وأنا خسرت ليه؟ فأنا قلت له يا كابتن في حاجة في المعادلة أنت مش واخد بالك منها، المعادلة مش حتة واحدة، المعادلة حتتين. قال لي إيه حتتين؟ قلت له المعادلة جهد وإتقان وروح معنوية. أنت عندك الروح المعنوية بالصلاة وهو مفتقدها لأن الحضارة الغربية ناشفة، لكن النص الأولاني جهد وإتقان. ربنا عادل، أنت دعيت بس الجهد والإتقان عنده أعلى بكتير. لو كنت كملت جهد وإتقان مع الروح المعنوية لازم تكسب، لأن معاك الإيمان الطاقة الروحية ومعاك الجهد والإتقان. يا جماعة الغرب كسبنا، عشان كده الغرب كسبنا في كل الميادين، لأن الفرق الجهد والإتقان 200 سنة، لكن قوة الدعاء ما تعوضش لوحدها، لأن ربنا له قوانين ثابتة في كونه. زي ما الشمس بتطلع من الشرق وتغرب من الغرب، الجهد والإتقان، العرق، الخبرة، الإكسبيرينس، المجهود، الإتقان، الجدية تتحط في كفة وجنبها الروح المعنوية. يا كابتن معادلتك ما كانتش متكاملة، لكن هو معادلته كانت متكاملة. قال لي ازاي؟ طب ما هو ما عندوش روح معنوية. قلت له ما عندوش روح معنوية من الإيمان، لكن عنده روح معنوية من الشخصية الغربية اللي بتحب التحدي. التحدي بيديها طاقة روحية، الإيمان أقوى، لكن انت معادلتك ناقصة. هو يكسب وانت تخسر، ربنا عادل. عارفين امتى يا جماعة نكسب؟ عارفين امتى نتفوق؟ شوية جهد وإتقان زيادة، شوية مجهود بجد بجدية زيادة، مع إتقان، مع مجهود، مع البحث عن كل أبواب النجاح، نضيف عليهم إيمان ودعاء وصلاة. والله لازم نكسب. معادلة مهمة في الحياة أتمنى نعيش بها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.